زي ما احنا بنقول دايما كده في امثالنا يعني ختامها مسك، والمسك لان احنا بنتكلم عن موضوع، بس هو موضوع مش مسك خالص، هو موضوع يعني مهم جدا وموضوع خاص بالمراه وبيفيد طبعا سيدات كتيره جدا، وهو ملف تكيسات المبايض وعلاقتها هنا بزياده الوزن. مهم جدا هذا الملف اعتقد ويهم ناس كتيره جدا. خلينا نرحب بدكتور ريهام العراقي اخصائيه التغذيه العلاجيه. بونجور. بونجورين. بصي بقى، موضوع زي ما انا اتكلمت في البدايه مهم، وسيدات كتيره جدا اعتقد ان هي ممكن تكون مهتمه بالملف ده وعندها هذه المشكله او بتعاني من هذه المشكله. وفكره هنا ان احنا اوقات يعني طبعا انا عايزه منك بدايه شرح يعني ايه اصلا تكيسات المبايض، لكن النقطه الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها باستفاضه كمان، ناس كتيره لما بتيجي وزنها يزيد بتقول لك انا ما باكلش، انا ماشيه على دايت، انا ليه بيجرى لي كده، انا ليه الحرق عندي قليل، يطلع ان في موضوع تاني خالص هو السبب. فخلينا نعرف منك اكتر. بصي، تكيسات المبايض ده عرض كده موجود، الدراسات مش عارفه هل هو بسبب مقاومه الانسولين ولا انا لما بيجي لي تكيسات فبيجي لي مقاومه انسولين. يعني هم مش عارفين هل جالي مقاومه فانا جالي تكيسات ولا جالي تكيسات فبقى عندي مقاومه. فالحقيقه انه السبب لحد دلوقتي لسه مش واضح، بس ممكن يكون حاجات معتمده على جيناتكس، ممكن يكون بسبب اللايف ستايل، حاجات وراثيه، وحاجه مثلا معتمده على اللايف ستايل بتاعي وطريقه اكلي، فبالتالي جابت لي مقاومه انسولين فبقى عندي تكيسات مبايض. اعرف منين ان انا اصلا عندي تكيسات مبايض؟ في اعراض واضحه كده لو اجتمع مثلا ثلاثه منهم يبقى انا اكيد عندي، بس برضو لازم اعمل تحاليل، وبنقول برضو طيب على التحاليل بتاعتي. اول حاجه انه الدوره الشهريه مش بتبقى منتظمه، يعني بيبقى في انقطاع لفتره طويله، او لو جت بيبقى في تكرار على فترات قصيره. اوكي، دي اول حاجه، وده بيحصل نتيجه خلل الهرمونات. تاني حاجه ان انا وزني مهما عملت من دايت ورياضه واللايف ستايل بتاعي كان مظبوط، بلاقي ان انا وزني يعتبر ثابت، او ان انا حاسس ان انا كمان بزيد في الوزن. تالت حاجه ودي اشهر حاجه برضو مع الحاجتين دول، اللي هو السكوت الغزير في الشعر، يعني شعري بيقع كتير قوي غير العادي، وبالذات بيفضى من قدام. يعني احنا في العادي شعرنا بيقع لما مش بناكل كويس، شعرنا بيقع كتير، بس الفراغات اللي بتبقى قدام دي بالذات هي برضو بتبقى اعراض تكيسات. حاجه كمان، لو بنات مثلا بشرتها اويلي شويه او دهنيه او حتى كومباين مختلطه، بتلاقي ان التي زون بتاعتها دي، المنطقه دي كلها افراز الزيوت فيها زياده عن اللزوم، يعني مش الطبيعي. واخر حاجه وهي اللي هو بيظهر شعر شويه في مناطق غير مرغوب فيها، يعني تلاقي مثلا الحته دي تقيله شويه، الرقبه تقيله شويه، الايدين بيظهر فيها. اذا وقتها بقى لازم ان احنا نروح نعمل تحاليل عشان السيده تتاكد ان بالزبط. هي فيها مشكله. بعمل تحاليل بتاعه سكر، وبعمل تحليل اسمه هما اي ار عشان اعرف انا عندي مقاومه ولا لا. وانس ان هو عندي ببتدي اروح للدكتور بتاع امراض النساء عشان يشخص حالتي مظبوط، يشوف انا النسبه بتاعتي قد ايه، بيعمل سونار برضو عشان يتاكد هو انا التكيسات عندي نسبتها قد ايه وحجمها قد ايه، فبالتالي بيقدر يحط العلاج المظبوط. كويس. طيب، حد خلاص اكتشف ان هو او يا سيده يعني اكتشفت عندها تكيسات مبايض، اوكي، ده بقى ازاي بيعوق اصلا يعني فكره ان انا ما انزلش في الوزن؟ يعني ايه الريليشن او ازاي ريليتد لده؟ الريليشن اللي هي المقاومه بتاعه الانسولين، ان انا لما هما الاثنين لينكد لبعض، لما بيبقى عندي تكيسات بيبقى عندي مقاومه انسولين، معناها ان انا اي حاجه نشويات او سكريات بتخش جسمي حرقها بيبقى ضعيف شويه، فبيبقى عندي سكر دم عالي، فكل السكر ده بيتخزن ان هو دهون في الجسم. مقاومه انسولين معناها كمان انه انا الانسولين عندي مش متظبط، الخليه مش حاسه بالانسولين، فافراز الانسولين مش دايما بيبقى بالنورمال رينج او المعدل الطبيعي بتاعه، فانا محتاج اظبط الحتتين دول عشان ما يبقاش عندي تخزين دهون زياده، وفي نفس الوقت ما يبقاش عندي انسولين عالي، فمش عارف يكسر لي او يحرق لي النشويات دي، وبالتالي برضو بيزودني في الوزن. طيب، انا دلوقتي بقى زدت في الوزن. المشكله حصلت، ابتدي الجا لايه كسيده عايزه اخس، عندي مشاكل صحيه بتمنعني ان انا اخس بشكل سليم وعايزه اخس، فهل ممكن لو هنا جيت سالتك عن منتج باستا مع وجود تكيسات مبايض لكيس معينه، ان هو فعلا يقدر ان هو يساعد على نزول الوزن وبشكل سليم وبشكل صحي وما ياثرش على المرض ده او المشكله دي؟ مظبوط.
اول حاجه زي ما قلنا احنا بنلجا للدكتور بتاع امراض النساء عشان يدي الادويه المناسبه. كويس. الادويه دي بيبقى شق منها معتمد على تظبيط الهرمونات الانثويه استروجين وبروجستيرون، والجزء الثاني بيبقى ليه علاقه بتظبيط السكر في الدم. فانا بيستا من مكوناته الاساسيه هو الكروميوم، والكروميوم ده معدن مهم جدا عشان يظبط سكر الدم ويظبط حساسيه الانسولين اللي انا اصلا عندي مقاومه فيها. دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا دايما البنات اللي بيبقى عندها تكيسات بيبقى الكريفنجز عندها عاليه، او النهم او الشره ناحيه الاكل بيبقى عالي. ففكره ان انا اديها حاجه كنترول الكميه دي، وده طبعا بيحصل نتيجه لخبطه الهرمونات في نتيجه العرض اللي موجود عندها ده. طيب انا لما ادي حاجه فيها الياف عاليه، وبيستا خلي بالك يا نهاند هو اول منتج مصري فيه ثلاث انواع من الالياف اللي هم القشور بتاعت السيليوم ورده القمح والشوفان بتركيز 6 جرام. فانا بظبط الانسولين بطريقه من الكروميوم. تاني حاجه بقفل الشهيه بتاعتي وبقضي على الكريفنج ده واحده واحده، وبقلل الكميات لان هم برضو بياكلوا بكميات كبيره. ممكن نقول مثلا نص الشهر هم عندهم نفس الكريفنج ده او عندهم نفس المشكله ده، وده طبعا هينعكس ان هم بيدخلوا كميه اكل كتيره فبيزيدوا في السعرات فبيزيدوا دهون، وكل ما يزيدوا دهون اكتر كل ما الكيس بتاع التكيسات المبايض الحاله بتاعتها بتبقى سيفير اكتر. أصعب. فانا مش بس قصه الوزن بتاعي ان هو يبقى احسن، لا ده انا كمان ببوظ الحاجه اللي عندي دي وبزود الاعراض بتاعتها. فانا لما اخد الياف تشبعني تتحكم في الشهيه بتاعتي تقلل من الكريفنج بتاعي، فهلاقي ان انا نفسي مش بتروح على حاجات زي ما كنت متعوده، وفي نفس الوقت كمان باكل بكميه قليله فمديه مساحه لجسمي ان هو يحرق من الدهون المتخزنه. اخر حاجه فيه هو فيتامين سي، وفيتامين سي مهم جدا عشان المناعه وعشان البشره، بس هو كمان ليه دور كبير قوي في الفات اوكسيديشن او في حرق الدهون. فانا بكون دهون او عندي دهون اصلا فمحتاج ان انا اتخلص منها، بظبط الحساسيه بتاعه الانسولين وبقفل كمان معايا الشهيه. فيعتبر هو حاجه هتساعدني ان انا مش بس كمان انزل في الوزن مع التكيسات، لانه ده علاج كبير قوي ليها ان انا لازم انزل في الوزن او انزل الدهون الزياده اللي عندي، لا ده انا كمان هقلل من الاعراض بتاعه التكيسات اللي عندي. حلو قوي. طيب الفرق هنا ما بين سيده عندها مشكله او مرض وسيده ما عندهاش حاجه وبتستعمل باستا هنا وهنا، في الشهر كم كيلو هيكون مع اللي ما عندوش مرض او حاجه عضويه واللي عنده؟ بصي الطبيعي بتاع البني ادمين عشان ينزلوا دهون مش ككيلوهات عامه او ميه بالظبط، احنا بنتكلم على دهون. الميه المحبوسه بتنزل في اول اسبوع بتلاقي مثلا في 2 3 كيلو كده نزلوا مره واحده، بس بعد كده النزول بتاعهم بيبقى عادي قوي. اسكندرانيه يا دكتور؟ اه بالظبط، بس انا بقولها اوقات بالغلط. أيوه. نزلوا عادي. نهاوند كل ده مش عارفه انها اسكندرانيه. لا احنا عشره برضو. ايوه او انا اللي مش مجمعه من زمان. مثلا بحب اسكندريه، تحيه لاهلنا في اسكندريه. واحنا بنموت فيكي والله. اتفضل. كنا بنقول ان احنا النزول الطبيعي بتاع الدهون حوالي 4 كيلو في الشهر الواحد. اوكي. لما هاخد بيستا هيعلي لي النسبه دي بنسبه تقريبا 30%، فممكن انزل حوالي 5 كيلو 6 كيلو على حسب ارادتي وعلى حسب التزامي وعلى حسب برضه. واصلا 5 كيلو او 6 في الشهر ده حلو جدا. دي حاجه تحفه. يعني ده اعلى من الطبيعي كمان. بس برضه لازم اللايف ستايل بتاعي يكون متظبط، اكلي متظبط، واحاول ان انا لو مش قادر اعمل مجهود انه اتمرن يعني اعمل شويه مجهود في الحياه عامه، امشي اطلع سلم وكده. الناس اللي عندها بقى مشاكل صحيه سواء تكيسات سواء مقاومه سواء مشاكل في الحرق، النزول بتاعها اصلا بيبقى اقل من الاربع كيلو دول، فبيست ممكن يوصلني ان انا ابقى زي النورمال. أوكي. لما انا برضو ابقى عامل النظام المظبوط للحاله بتاعتي مع استخدام بيستا بالجرعه المظبوطه هيخليني ابقى بني ادم طبيعي، يعني بنزل نزول طبيعي. الحرق بتاعي نزول طبيعي كويس جدا. بس نقطه برضو مهمه، يعني هو المفروض بيستا قبل كل وجبه ثقيله، بس ما تبقاش بقى وجبتك كل يوم مثلا همبرجر الغدا وبعدين بسبوسه واقول ما انا خدت بيستا، ده يعني. ايوه خلينا يعني نبقى ناس واقعيه شويه. تعالوا نروح نشوف، لان احنا بنحب برضو واحنا بنتكلم دايما نظري يبقى عندنا جزء عملي، ده مهم جدا حضراتكم تسمعوا من ناس جربت المنتج والنتيجه هم اللي هيتكلموا او هيتحدثوا عنها يعني بنفسهم. خلينا نروح لاسراء ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اسمي اسراء محمد ممدوح، سني 20 سنه، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما اخس كنت بعاني من
نفسي قصير، ما كنتش بقدر اتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكله، ضربات قلبي كانت سريعه، ما كنتش بعرف اتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من اي اكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليله. احساسي بعد ما خسيت احساس جميل جدا، بعرف البس براحتي وبعرف اكل اللي انا عايزاه واتحرك، وجسمي بقى خفيف جدا. انصح اي حد جسمه مليان ان هو يتابع مع بيستا، الموضوع سهل جدا. تتكلم عن فوق 90 وبقت 50، ده في حد ذاته سكسس ستوري، يعني قصة نجاح. ده عذاب، لأن خلي بال حضراتكم كل ما الوزن بيقرب للنورمال كل ما بيبقى فيه صعوبة. يعني أنا لما ببقى عايزة أخس 2-3 كيلو ببقى يعني بموت، صح، عن إن أنا عايزة أخس 7 كيلو. حقيقة. وخلينا برضو نوضح للناس إن ده كان في فترة طويلة، يعني عشان برضو الناس ما تقولش ايه ده، الله ده فرق قد ايه. هتلاقي ده على طول ايه ده، طب انا عايز اخس زيها بشهر. لا، في ناس ممكن تاخده مره اتنين وتقول لك ايه ده، ما عملش، هو انا ما خسيتش ليه ال 50 كيلو دول؟ لا، ده بياخد مننا وقت ومجهود شويه. احنا زي ما قلنا هو بيساعدنا ان احنا نعيش حياتنا مش محرومين من حاجه، بناكل زي ما اسراء قالت، باكل كل حاجه انا عايزاها، بس برضو يعني في كنترول، يعني انا بكنترول الكميه وهو بيساعدني ان انا. هو اصلا بيساعد عن تجربه كده. انا جربته يا دكتور ريهام برضو عشان الكلام يبقى واضح فعلا وصريح او صراحه. فعلا لما بتاخده قبل نص ساعه انت اوريدي معدتك تقريبا ثلاث ارباعها بيبقى مليان بالزبط. من اللي هي الحاجات الناتشرالز او المكونات الطبيعيه، الالياف الطبيعيه اللي فيه مزبط. فانت بتبقى مش قادر، الطبق قدامك وحابب جدا تاكله بس مش قادر. فده يخليك ممكن تاكله على مرحلتين، بدل ما مرحله بالزبط. واحده على مرحلتين، فتبقى الوجبه واحدة قسمتها على اثنين، فانت كده يعني سكيبت ميل كاملة او صح. قللت اكلك. فلا فعلا يعني ليه تكنيك زي حقيقة. ما بتقال. طيب مع ده لو انا قلت مثلا انا عايزة كمان اعوض الفيتامينز اللي هي بتنزل من اي رجيم، لان صح. بتنقص باي ديفولت يعني بشكل طبيعي، فممكن اخد مكمل غذائي يعوض لي الفيتامينز اللي جسمي برضو محتاجة عشان ما اجيش اخس واخس بشكل سليم، بس في نفس الوقت يبان عليا ان انا تعبان. ابدا احس اني كسلان، ابدا نفسيتي او المود يبقى وحش. هو ده الطبيعي، هو طبيعي لاي بني ادم، مش حتى اللي عايز يخس، لان احنا اصلا طريقه اكلنا تعتبر مش كلها مظبوطه، وحتى لو بنمشي على هيلثي لايف ستايل او منظمين الاكل بتاعنا، فبرضه كميه الخضار اللي احنا عايزين ناخد منها الفيتامينز والمينرالز او العناصر الغذائيه بتاعتي سواء بروتينز وكاربس وفاتس عشان اقدر اخد الجرعات بتاعه الفيتامينز والمينرالز، لازم ادخل اكل كتير قوي عشان يعوضني، فبالتالي ادخل سعرات كتير. فانا لا، واحنا انا احنا مش قادرين بالظبط، احنا مش ناقصين، احنا عايزين ننزل في الوزن. فانا طبيعي ان انا اخد سورس للمالتي فيتامين من حاجه تابلتس او يعني حاجات مكمل غذائي زي الف مالتي فيت اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، لانه احنا عاملين زي كورس كده اللي هو عشان انا اخس وفي نفس الوقت ما يحصلليش مضاعفات، فاحنا عاملين الاثنين مع بعض. انا هاخد بيستا عشان يساعدني في النزول في الوزن وتعليه الحرق، وفي نفس الوقت هاخد مالتي فيتامين عشان البنات كمان اللي عندها تكيسات، زي ما قلنا ان شعرها بيقع كتير قوي. من اهم الحاجات اللي ليها علاقه بالشعر هو الزنك والبايوتين، وهم موجودين في الف مالتي فيت. الف مالتي فيت فيه اكتر من 13 مينرال وفيتامين موجودين لكل حاجه للجسم، يعني مش بس لسكوت الشعر، لا ده انا بتكلم بقى على المناعه بتاعتي، بتكلم على الباور او التركيز بتاعي وبرودكتيفيتي بتاعتي او انتاجيتي في الحياه تبقى اعلى كتير، انه شعري ما يقعش، بشرتي ما تتاثرش، ضوافري ما تتكسرش، عظمي يكون اقوى وما عنديش هشاشه عظام، لانه برضو اغلب الناس مش بتاخد كالسيوم كفايه. فانا عندي اكتر من 13 عنصر وفيتامين موجودين، اللي هم اشهرهم المجموعه بتاعه بي كومبلكس اللي هي مهمه جدا عشان الاعصاب وعشان الحرق بتاع الكربوهيدرات بالذات. عندي فيتامين سي بالتركيز 500 ملي جرام، وده من اعلى التركيزات اللي موجوده، المهم طبعا عشان المناعه وعشان الكولاجين في البشره بتاعتي. عندي كمان فيتامين اي وفيتامين اي اللي هم انتي اوكسيدنت اقوياء جدا
وعندي عناصر ومعادن زي الكالسيوم والفوسفورس اللي هم مهمين عشان العظم بتاعي، وزي الزنك زي ما قلنا والبايتين، وكمان في فوليك اسيد هو مهم جدا للحوامل. فانا باخد كبسوله واحده فيها جرعات عاليه وتركيزات عاليه من المالتي فايز المينرالز والفيتامين سوري اللي انا محتاجهم على مدار اليوم كله في كبسوله واحده بس في اليوم. كويس. طيب عندي سؤال خاص ببيستا، لان في بعض الناس باي ديفولت جسمهم الحرق عندهم بطيء او يعني مش بمعدل طبيعي لاي خلل ما. لما يجي ياخد بيستا هل هو بيصلح المعدل ولا ملوش علاقه خالص، هو كل اللي بيشتغل عليه زي ما احنا شرحنا للناس، وممكن يساعد بس ان هو يبتدي يفقد وزن اعلى الى حد ما او اسرع الى حد ما بسبب مشكله الميتابوليزم او الحرق عنده؟ هو احنا زي ما قلنا ان هو هيحفز معايا الحرق، بس انا لازم اعرف هو مشكله بطء الحرق دي جايه منين. في ناس وراثه، وارد ان هي وارد ان هو دي طبيعه جسم، اصل في انواع اجسام برضو في انواع اجسام بتخزن دهون بسهوله جدا وبتخس ببطء، فلازم انا ابقى عارف. في ناس بتشم الاكل بتتخن زي ما هم دول يعني بجد والله. ده بادي تايب اسمه اندومورف، الاندومورف ده اللي هو بيشم الاكل دول بيصعبوا عليا بقى. بالظبط، بيشم الاكل حرفيا بيتخن، وبيلاقي ان هو النزول بتاعه بطيء جدا. دي طبيعه جسمه احنا ملناش تحكم فيها. بيست هيقدر يعمل معاه ايه؟ ان هو هيحفز معاه الحرق شويه، بس مش هيحلله، مش هيخليه نوع جسم تاني. أيوة تمام. بالزبط. في ناس عندها ميديكال ايشو، ناس عندها مشاكل في الغده، ناس عندها مشاكل مثلا في فيتامينز معينه بصوره كبيره قوي، فبتبقى محتاجه علاج للحاجه دي بالظبط. في ناس ما عندهاش كتله عضليه كبيره، ما هو العضلات دي هي المسؤوله عن الحرق بتاعي، فالناس كل ما عضلاتها كانت قليله كل ما معدل الحرق بتاعها كان اقل، فانا لازم اعرف هي المشكله من ايه. لو المشكله ليها علاقه بالنشويات او الجوع او الدهون انا اقدر اتحكم فيها مع بيستا، بس لو المشكله دي خارجيه يبقى انا لازم اصلح المشكله عشان اشوف نتائج سريعه مع استخدام بيستا. كلام محترم جدا. طيب خليني اروح معاكي لان فاضل دقايق قليله جدا برضو، واسالك على برضو بيستا معدل الحرق او النتائج اللي هي كل الشهريه يعني في فقدان الوزن، بنتكلم دهون فات، بتختلف من راجل لست؟ هل بتختلف من راجل كبير في السن لشاب صغير لطفل؟ يعني خلينا نعرف برضو. طبعا، لانه برضو احنا كل ما بنكبر في السن كل ما العضلات بتاعتنا النسبه بتاعتها بتقل. يعني احنا اصلا باي ديفولت كده احنا كل سنه مثلا بنفقد حوالي من 3-6% من العضلات بتاعتنا، فلو انا مش بقوي العضلات دي ومش بكبر العضلات دي ككتله وكحجم انا هيبقى عندي مشكله في الحرق. عشان كده في ناس تلاقيها لو هي مثلا في الخمسينات او في الستينات وهي رياضيه وجسمها فيه عضل باين، تلاقي ان هي حرقها عادي زيها زي حد عنده 20-30 سنه، بس لو حد اللايف ستايل بتاعه كان اصلا ان هو ما بيتحركش فتحس وطرد ان هو جسمه بقى وبسبوسات بالظبط يعني مش واخد باله من اكله، وفي نفس الوقت عضلاته مش كتير، فطبيعي ان هو مع مرور الوقت ومع كبره في السن الضريبه هتدفع لما نكبر. صح، يعني للاسف الشديد عشان كده لازم نبتدي من دلوقتي. الثقافه دي لازم تبقى عندنا مهمه جدا، ان انت دلوقتي بتقول عادي عادي عادي، انا احنا موجودين عشان ما نحرمش نفسنا. احنا على فكره بنقعد نقول الكلام ده، احنا مش هنحرم نفسنا برده، بس هنكنترول الكميه اللي احنا بالعقل، ونعمل حساب للي جاي. يعني اعمل حساب دايما للي قدام ان انت محتاج صحتك قدام، محتاج ان انت تبقى مركز جدا، محتاج تبتدي تشوف جسمك ناقصه فيتامينز ايه كمان وتديها له، لان الجسم زي الماشين محتاج بالزبط. صيانه، محتاج حاجات كتيره لازم ان هي تتوفر ليه عشان ما تجيش بعد كده مشكله تحصل. صح. وتقول يا ريتني من الاول. طيب نصيحه اخيره، ان فاضل دقيقه او دقيقتين تقريبا دكتور ريهام، للاشخاص اللي هم عندهم تخوفات من فكره هنا الحاجات اللي بتخسس يلجأوا ليها، حتى الاعالجه الطبيعيه اللي بنتكلم يعني عن منتج بيستا بشانها، وبنفس الوقت المكملات الغذائيه برضو الناس خلي بالك في ثقافه عندها يقول لك لا 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 انا هاخد شويه نعناع طبيعي اخد شويه مش عارف ايه، الناس بتخاف فيه. صح. فنقول لهم ايه؟ صح. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على منتج طبيعي 100%، كل المكونات اللي احنا اتكلمنا عليها دي حاجات احنا بناخدها في الديلي روتين بتاعنا. باخد الياف من الخضار، باخد كروميوم، كروميوم ده بيتفرز اصلا من جسمي وموجود في اكلات بس بنسبه قليله جدا، وطبعا باخد فيتامين سي ما فيش منه اي مشكله خالص، فهو ملوش اي سايد افكتس. حاجه كمان مرخصه ومصرحه من وزاره الصحه، منتج موجود في الصيدليات، منتج امن للاطفال حتى من اول 12 سنه، مش بيتعارض خالص مع اي حد عنده اي مشاكل صحيه او اي امراض مزمنه، بالعكس ده هو بيساعدنا في ان احنا الاعراض بتاعتنا تقل كمان شويه. فاعتقد ان
انه دي حاجة يعني تدي كريدت برضو للبرودكت نفسه، والناس برضو تجرب وتشوف يعني. بالظبط، دي نقطة برضو مهمة، جرب وشوف واحكم. بالظبط. دكتور إيهاب نورتينا، شكرا ليكي جدا، كانت فقرة حلوة وكانت حلقة حلوة. بشكر حضراتكم جدا على متابعتنا، نشوفكم إن شاء الله بكرة وحلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي.